الشريعة نزلت لبناء الإنسان وبناء حضارته في الدنيا وملكه في الآخرة، ولا يمكن يكون هناك قيمة الله بيمدحها ثم نفاجأ أن هذه القيمة بتهدم الحضارة أو التطور والارتقاء. من القيم الممدوحة في الشريعة والملتبس فهمها على كثير مننا هي قيمة الزهد، والمشهور عن الزهد هو ترك الدنيا وإيثار الفقر على الغنى والفرار من المتاع ورفض الخيرات. وهذا المعنى الخاطئ يسبب تخلف عن ركب عمارة الأرض. الزهد الحقيقي هو حرية القلب من أن تتملكه المقتنيات. الزهد لا علاقة له بالغنى ولا الفقر المادي. الزهد هو حالة قلب يملك ولا يملك حتى ولو كان غني، أو لا يملك لأنه بسيط الحال لكنه متغلب جواه على شراهة التملك، لأن في واحد لا يملك لكن عنده شراهة. وهذا الإنسان الزاهد هو شخص عنده قدرة وطموح في تحقيق الاستزادة مع شجاعة بل رغبة في الترك عندما يطلب منه الله أن يترك أي حاجة في الدنيا، فهو باحث عن الزيادة قادر على الترك من أجل الله. والزهد بيحركه ثلاث أفكار: توحيد الملك، ما معي ملك لله ونحن مستخلفين، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فكل ما معي ملك لله، ده بيرب الزهد. والحاجة التانية اللي بتساعدك على الزهد رغبة في التحرر: ما معي لا يملكني، أنا أقتني المال، أقتني البيت، أقتني العربية، الجاه، لكني مش عبد ليهم. الشخص الزاهد بيفر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، القماش يعني اللبس، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لأنه مش زاهد، تعس وانتكس. شوف النبي يقول انتكس ليه؟ لأن الطبيعي أن الإنسان يملك الأشياء، والانتكاس أن تمتلكك الأشياء. فالزاهد لا تمتلك الأشياء ولا يصير أسيراً يرى قيمته في نسبته لحجم أمواله ولا ماركة اللبس ولا منطقة السكن. الزاهد هو اللي بيملك ولا يملك. بيحرك الزهد كمان فرحة العطاء. الشخص الزاهد بيجد لذة في قدرته على التغلب على الجمع والمنع، حاله زي حال أبو سليمان الداراني يقول: إني لألقم أخي اللقمة فأجد طعمها في فمي. وده اللي سماه الحسن البصري الفقيه. الفقيه هو الزاهد. لما واحد سأله: قلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، فقال الحسن: وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا البصير بدينه المداوم على العبادة. ودي كانت دعوة سيدنا أبو بكر الصديق ودعوة سيدنا ابن مسعود تلامذة النبي المقربين. كان أبو بكر الصديق يقول رضي الله عنه: اللهم وسع علي في الدنيا. فين الزهد أهو؟ لا جاي لحظة واحدة. اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها ولا تزوها عني ثم ترغبني فيها. اديني كتير من الدنيا وخليني مش فارق معايا، مش يا رب تبعدها عني وابقى هموت عليها. ومالك ابن دينار يقول: أن الناس يقولون عني زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي أتته الدنيا فتركها. هذا الزهد، أن تملك ولا تملك، هو السبب الكبير لحب الله لك، لأن قلبك ملك ربك. حتى سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله، أو قال يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أقول لك على حاجات تعملها: طلع من الغالي اللي عندك، طلع من الغالي ماديا ومعنويا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحدة من النساء عملت له بردة، يعني زي جاكت أو عباية كده وتقيلة عشان الشتاء، فواحد والنبي عليه الصلاة والسلام بيلبس البردة عجبته، فقال يا رسول الله أكسونيها. فالنبي قام على طول، سيد الزاهدين في الكون، قام قلعها ولبسها له على طول. فالناس بتلومه: أنت إزاي تقول للنبي كده؟ فقال: والله ما سألته إياها إلا أني أريد أن تكون كفني حين أن أدفن. وانت قاعد والناس بتتكلم،
في تخصصك وانت شاطر وهتعمل اضافه تديك جاه كبير. غيرك اقل منك في العلم، سيبه يتكلم شوي، اديله الفرصه. وزهد في التفاف الناس حواليك، ده زهد في الجاه، وابقى اتكلم بعد كده. شوف انت مرن نفسك على الا يملكك اي شيء، واكثر من دعوه سيدنا رسول الله: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انك تستغنى، انك تشوف مقامك في مقتنياتك. فالزاهد يملك ولا يملك. فاللهم شرفنا بالاستغناء بك، ورق مقامنا يا رب بالفقر إليك، ولا تملك قلوبنا لأحد ولا لشيء سواك.